أنا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك في الأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. أنا سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، لحضور حفل مسابقة مزايا ناصر بن حمد للصقور الثالث الذي قيم بمنطقة الأصبخة، والذي شهد حضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة السيد عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد المجلس الأعلى للشباب والرياضة أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمشاركين من الملاك وأصحاب الصقور من مملكة البحرين. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: نعتز ونفتخر بالجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في ترجمة رؤى وتوجيهات سيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لترسيخ مبادئ وقيم هويتنا العربية الأصيلة عبر مسابقة سموه للصقور والصيد، والتي تدخل عامها الرابع على التوالي، والتي استطاعت أن تثبت نجاحها وتميزها على مستوى المنطقة بفضل التنظيم العالي والتغطية الإعلامية الكبيرة، مشيدا سموه بالمشاركة الواسعة من قبل الملاك وأصحاب الصقور في هذا الحدث الرياضي التراثي، والذي ساهم في تحقيق أعلى معدلات النجاح لا سيما من الناحية الفنية بظهور أصحاب الرياضات التراثية بمستويات فنية عالية عكست تحضيراتهم القوية لخوض المنافسات وتحقيق النتائج الإيجابية في هذا التجمع المميز. هذا وقد هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بنجاح المسابقة، مؤكدا سموه أنها استطاعت أن تحقق أهداف وتطلعات سموه الرامية لدعم الملاك وأصحاب الصقور من أجل ارتقاء بمستوياتهم وقدراتهم بما يساهم في تعزيز ثقافة الرياضات التراثية، والذي يسهم في المحافظة على الموروثات العريقة النابعة من التراث الوطني الأصيل، مقدرا سموه الجهود المتميزة التي قامت بها اللجنة المنظمة العليا برئاسة السيد خليفة عبد الله القعود واللجان العاملة، وكذلك جهود مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لإبراز ونجاح البطولة. هذا وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة فعاليات حفل مسابقة مزايا ناصر بن حمد للصقور الثالث، والذي بدأ بكلمة ترحيبية، بعدها قيمت المنافسات التي شهدت مشاركة واسعة من الصيارين. بعد ذلك توج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة مزايا ناصر بن حمد للصقور الثالث، وقام سموه بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على الرعاة والداعمين من الشركات الراعية لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد، كما كرم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رعاة مسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد، كما كرم سموه صقاري البحرين الذين كان لهم باع طويل في رياضات الموروث الشعبي.